بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. اتكلمنا عن المنتخب الجزائري ونقاط القوه ونقاط الضعف، واتكلمنا عن المنتخب المصري وان احنا نفسنا نلعب كره جميله بس الكره الجميله مش عايزانا. حان الان الكلام عن المنتخب التونسي والافكار التكتيكيه اللي عند السيد منذر الكباير. وموضوع الافكار التكتيكيه اللي عند منذر الكباير ده الكلام محتاج شويه وقت، لان احنا بنتعب مع منذر الكباير، لان منذر الكباير من المدربين اللي ممكن يفاجئك ومباراه يكون مقرر يلعبها بطريقه هجوميه فتلاقيه بيلعب 5-3-2. يعني منذر الكباير من المدربين اللي لو عايز يعمل مباراه دفاعيه هتلاقيه لاعب 4-3-3، ومن المدربين اللي لو عايز يعمل مباراه متوازنه هيلعب 4-2-3-1. هل ده معناه ان منذر الكباير عنده افكار فنيه كتير، ومنذر الكباير بسم الله ما شاء الله يعني مش من المدربين اللي عندهم فكره واحده؟ والله هو كل حاجه منذر الكباير بيعملها بيبقى في حاجه قصادها اللي هو الاداء. الاداء بيكون فيه شويه مشاكل، وشويه المشاكل اللي كانت في الاداء دي كانت بسبب لعيب زي فرجاني ساسي مثلا وجوده جنب عيسى العيدوني، ودي حاجه مش موجوده معانا في بطوله افريقيا النسخه الحاليه، لان الراجل مستبعد فرجاني ساسي وبنسبه كبيره هيكون متواجد معاه يا انيس بن سليمان يا محمد علي بن رمضان. فمفترض ان احنا اخر مباراه لعبناها 5-3-2 قدام المنتخب الزامبي، المباراه اللي كان تونس مطالب ان هو يكسبها، كان بيطير علي معلول ناحيه الشمال وبيطير دراجر ناحيه اليمين وبيغطي عليهم بياسين مرياح ربنا يقومه بالسلامه وديلان برون ومنتصر طلبي، كان بيغطي عليهم بثلاثه علشان لما الباك يزيد يبقى في حد بيغطيه. كان في للامانه نعيم السلوتي عمل ماتش كويس، هو وفرجاني ساسي عملوا مباراه جميله جدا، وكان قدامهم طبعا وهاب الخرزي ولاعيب زي سيف الدين الجزيري. المنتخب التونسي عمل مباراه كانت تبدو مثاليه قدام المنتخب الزامبي. دلوقتي احنا ما عيناش بقى فرجاني ساسي ولا في لعيب معانا زي ياسين مرياح، كله موجود عندنا، عندنا بلال العيفة هنحطه ونخلي معاه ديلان برون وهنلعب معاهم بأسامة الحدادي او منتصر طلبي، كده هنلعب 3 تحت. ليه؟ ما المنتخب المالي منتخب قوي، احنا بنلعب الساعه 3 العصر، والساعه 3 العصر دي توقيت اللاعب العربي ما بيحبوش وما بيعرفش يعمل فيه مباراه هجوميه. لو هنلعب بعلي معلول او بن حميده ناحيه الشمال كده كده دراجر هيلعب ناحيه اليمين لان مفيش غيره للامانه. يعني خط النص هيكون فيه عيسى العيدوني وهيكون معاه اعتقد انيس بن سليمان هو اللي هيبدا اساسي، لان محمد علي بن رمضان هيكون سيد منذر الكباير هيغيره تغيير اولى كالعاده يعني. ونعيم السلوتي اتوقع مشاركته اساسي، وهاب الخزي وسيف الدين الجزيره هيكونوا موجودين في ال 5-3-2. لو حبينا بقى نلغي ال 5-3-2 دي ونلعب 4-3-3 هنلاقي ان مفيش اي مشكله برضه، احنا مع منذر الكباير في اي حاجه. منذر الكباير كده كده هيكون عنده ديلان برون ومنتصر طلبي ثنائيه هيلعب بيها لان هو عنده ثقه في الثنائيه دي. لو حبينا نلعب 4-3-3 مش هيكون في اي مشكله، هنلعب انيس بن سليمان وهنلعب بلعيب زي حنبعل المجبري، وممكن يبدا بحنبعل المجبري ويفاجئنا، او انا بصراحه بتمنى ان هو يبدا بحنبعل ويفاجئنا. السيد منذر الكباير برضه هنكمل بامين بن حميده ناحيه الشمال وهنكمل بدراجر ناحيه اليمين، وزي ما قلنا منتصر طلبي وديران برون. هيلعب عيسى العيدوني 6 جنبه مفترض محمد علي بن رمضان، وهنا نعيم السليتي او مفترض يعني ان احنا نلعب بانيس بن سليمان، يعني كده انيس بن سليمان ومحمد علي بن رمضان، يعني معنى كده ان نعيم السليتي اول تغيير معانا بره، احنا موجودين معاك في اي حاله. الشكل الهجومي بقى مفترض ان انت هتزود لعيب مع سيف الدين الجزيري ومع وهاب الخرزي، لان ما اعتقدش ان انت هتقعد وهاب الخرزي او هتقعد سيف الدين الجزيري بره. اتوقع ان انت ممكن تحط معاه لعيب زي حنبعل، واتمنى برضو فكره حنبعل دي. طب حبينا نلعب 4-2-3-1 يا باشا موجود، احنا حاضرين معاك في اي حاجه. 4-2-3-1 4-2-3-1 دي هيكون فيها بنسبه كبيره جدا انيس بن سليمان وعيسى العيدوني، وتحتهم برضه الاربعه مستمرين هم كده كده دراجر مستمر، الاثنين مساكين مستمرين، الكلام كله ناحيه الشمال، يا علي معلول يا امين بن حميده. وانا اتوقع امين بن حميده لان الضغط اللي كان على علي معلول الفتره الاخيره من الاعلام التونسي والصحافه التونسيه ما تخليهوش يبدا اساسي النهارده، ولا تخلي منذر الكباير شخصيته تجيبه ان هو يبدا بيه النهارده. وقتها بقى هنقرر ان احنا نلعب بحنبعل المجبري صنع لعب، وحنبعل هيكون صنع العاب، ومفترض ان احنا نخلي وهاب الخرزي على الطرف، ومفترض كمان ان احنا هنخلي لعيب زي نعيم السليتي بيلعب طرف. احنا كده كده معانا نعيم السليتي ومعانا وهاب الخرزي ومعانا سيف الدين الجزيري، دي حاجات اساسيه. الا بقى لو انت عايز تفاجئنا وتصدمنا وتبدا بلعيب زي المساكني صنع العاب، وتبدا ناحيه اليمين بلعيب زي حنبعل المجبري، بس وقتها تتخلى عن سيف الدين الجزيري لانك ما عندكش برضو الشخصيه اللي تجيبك اللي تخليك تركن وهاب الخرزي على الدكه. هل الكلام الجميل ده كله 4-2-3-1 5-3-2 4-3-3 هل ده كله بيقول لك ان المنتخب التونسي هيقدم كره جميله؟
بص، موضوع الكرة الجميلة دي عندنا مشكلة مع منزل إجبار فيها شوية، لأن منزل إجبار بتاع نتائج، النتائج هي اللي بتجيبك، النتائج هي اللي بتجيبك وبتخلي الناس تتكلم عليك بطريقة إيجابية، بس منزل إجبار النتائج بتجيبه والناس برضه بتتكلم معاه بطريقة سلبية، ليه؟ لأن مشكلة في الهوية، المنتخب التونسي عنده مشكلة في الهوية للأمانة، وإحنا نسينا نتكلم على أهم مركز في الفرق حارس المرمى، إحنا مش ناسيين، إحنا مأخرين للأمانة، لأن آخر مركز في الفرقة ده هيدل على شخصيتك، أنت عايز إيه؟ عايز تكمل فاروق بن مصطفى والاخطاء اللي انت كنت بتدفع ثمنها كمنتخب تونسي مع فاروق بن مصطفى، ولا عايز تراهن على فاروق بن مصطفى الرهان الاخير، ولا عايز تراهن على ايمن دحمان الرهان اللي بالنسبه لك انت هيكون مريب وغريب، لان انت ما عندكش شخصيه تتحمل نقد الاعلام التونسي لما يقول لك ان ده حارس لسه ما عندوش خبرات. فكل حاجه النهارده هتبان بالنسبه لمنزل إجبار، كل حاجه هتبان، الراجل جاي يراهن على ايه، الراجل شخصيته جايباه يعمل ايه، الراجل هيركن مين ويكمل بمين، الراجل عايز يعمل ايه؟ لان منزل إجبار انا نفسي بصراحه اتفرج على مباراه يكون فيها المنتخب التونسي اداؤه وشكله جميل، بس بصراحه مش هتكون المباراه اللي هتلعب الساعه 3 العصر او الساعه 4 العصر، لان اللعيبه العرب زي ما كنا بنتكلم امبارح ماتش الجزائر ما بيعرفوش يلعبوا في الحر، بجد ما بيعرفوش يلعبوا في الحر، وبعدين المنتخب التونسي كان بيعاني قدام موريتانيا في الحر، فهيجي قدام مالي اللي هو مفترض خصم اصعب، وهتلاقي ان المنتخب المالي منتخب عنده سرعات ومنتخب عنده قوه بدنيه متمثله في لعيب زي اليو ديانج، اللي قال يوديانج النهارده ممكن يشكل مشاكل على عيسى العيدوني، بس اتمنى ان عيسى العيدوني وخط النص بتاع منتخب تونس يقدر يسيطر على الجيم من البدايه، ولا اتمنى من منزل إجبار ان هو يلعب مباراه دفاعيه، لا اتمنى من منزل إجبار ان هو يلعب مباراه دفاعيه، نتمنى التوفيق للمنتخب التونسي، نتمنى المنتخب التونسي يفاجئنا كلنا ويصدمنا ويقدم كره جميله النهارده، كره يملى بيها عيننا، نحس ان احنا كنا جايين ماتش المنتخب المغربي نتفرج على كره ما لقيناش، كنا جايين ماتش الجزائر نتفرج على كره ما لقيناش، ما كناش جايين ماتش مصر ان احنا كنا عارفين اللي فيها، فنتمنى ان المنتخب التونسي يورينا جيم مميز النهارده. بالتوفيق للمنتخب التونسي وان شاء الله خير، ان شاء الله نتيجه ايجابيه ونفرح كلنا بعد المباراه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش براحتك، هذا رايك.